ما تحكيه أسوار وأزقة القصبة بالعاصمة هو ما ترويه قصبات الجزائر الأخرى، فالإهمال والانهيار حقيقة لا مفر منها. 26 مليار دينار لترميم قصبة الجزائر لوحدها مشروع لم ينتهي بعد منذ العام 2016، وفي مدن أخرى ينهض شباب مبادر ومتطوع لإنقاذ تراث ومعالم أثرية من الاندثار. مشاهدينا، في حلقة اليوم نراهم ونتحدث إليهم لنقل الإيجابية وعدوى الحفاظ على تراث وتاريخ هذا الوطن. مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة، ورحبوا معي بصاحب مشروع قصر تفيلالت بغردايا دكتور أحمد محمد نوحة. دكتور نوح، أهلا بك. السلام عليكم. كيف أحوالك دكتور؟ لاباس. كيف كانت الرحلة من غردايا إلى هنا؟ مرحبا بك، شرفتنا. 600 كيلومتر. الله يبارك، الله يبارك. الرسالة هذه اللي راح نقدمها اليوم تستاهل أنك تجي. أكيد تستاهل أكثر منها إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضل. شكرا. وكذلك الأستاذة بمعهد علم الآثار الأستاذة الدكتوراه عائشة حنفي. دكتورة أهلا بك. كيف أحوالك؟ مرحبا بك، شرفتينا. العفو العفو، تفضلي معنا. وصاحب مؤسسة ديفي باتريمون أركيولوجيك خليفة ضيف معنا كذلك. أهلا خليفة، كيف أحوالك؟ لاباس؟ الحمد لله، تفضل. شكرا شكرا، العفو. وعضو جمعية تراث جزائرنا وصاحب مبادرة أسك مي إرموالي بلالة. يا إرموالي بلال، أشرك لباس. أهلا، شرفتنا أخي. شكرا. تفضل. شكرا. معي. ونتشرف في هذا الجزء من الحلقة باستضافة مديرة قصر رياس البحر حصن 23 الأستاذة فايزة رياشة. أستاذة رياش أهلا بك. أهلا، كيف أحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله، تفضلي معنا. الحمد لله. شكرا شكرا. مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة حول ترميم قصبات الجزائر وما أكثرها قصبات الجزائر. أهلا بكم ضيوفي من جديد إلى هذا الجزء من الحلقة. أهلا بك أستاذة رياش. ممكن البداية هو حول، أنا في الحقيقة حبيت نحكي على لما نزور دول عديدة في العالم نجد ما يسمى بالمدن القديمة. هذه المدن القديمة، الإرث العظيم الذي تمتلكه تلك البلدان، هي مصدر كبير للعملة، مصدر كبير للسواح. هنا في الجزائر هذا الشيء لا ينقصنا، لأنه تقريبا في كل مدينة في كل ولاية موجود قصبة أو مدينة قديمة. أنا الآن حبيت نعرف ممكن أين نحن من هذه المدن وكيف هي حالتها في الجزائر. أولا مساء بعبق التراث لكل من يشاهدنا وراء الشاشة. طبعا الجزائر اليوم هي مهد للبشرية في شمال إفريقيا، وهي ثاني مهد للبشرية بعد موقع غونة بإثيوبيا. يعني عندنا أقدم موقع في شمال إفريقيا اللي هو موقع إمبوشريت اللي يؤرخ ب 2.4 مليون سنة. عندنا مواقع كثيرة، مواقع أثرية يعني تعود لفترة ما قبل التاريخ، فترة فجر التاريخ، الفترات القديمة، الفترات الإسلامية. بالنسبة للتراث الثقافي المادي العقاري لا ينقصنا شيء. أيضا بالنسبة للتراث الطبيعي أيضا لا ينقصنا شيء، ولكن المشكلة أننا لم نستثمر في الفرد. الفرد يجب أن يعي بقيمة هذا التراث الثقافي أو التراث الطبيعي. يعني لدينا كل المؤهلات كي يكون هذا التراث الثقافي، سواء كان طبيعي، مادي، عقاري، منقول إلى غير ذلك، متاحف طبيعية، أن تكون بديل اقتصادي، أو ما نكونوش طماعين بزاف نقولوا أحد البدائل الاقتصادية. لكن للأسف لم نستثمر في الفرد الذي يعرف قيمة هذا التراث الثقافي الذي يمكن أن يكون يعني من بين البدائل الاقتصادية. إضافة إلى أنه يجب أن نسير بالتراث إلى مفهوم إدارة التراث. يعني إدارة التراث يعني نحتاج اليوم لتضافر كل الجهود، يعني كل المؤسسات، سواء وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة
البيئة المكلفة بالبيئة الصحراوية، وزارة التربية أيضا، يعني كل الوزارات تقريبا، وزارة النقل أيضا، كل شخص هو معني بهذا الأمر، كل شخص من موقعه يمكن أن يقوم بشيء. على كل نحن في الحلقة عندنا أشخاص اللي بادروا، وهذه المبادرة هي اللي شدتنا أنه نجيبوهم اليوم ونحدثوهم ونسألوهم ونقول لهم أنتم وش راكم تديروا باش يكون عندكم هذه القوة والإرادة باش تحافظوا على هذاك الإرث. أحسن مثال ممكن نبدأ به الدكتور أحمد محمد نور. دكتور، أنت أسست في الجزائر لقصر صديق للبيئة، قصر يناسب متطلبات الشكل العمراني الجميل واللي حافظ على التراث الجزائري. في البداية نحبك تحكي لي كيف بدأت الفكرة، كيف جات الفكرة وكيف بدأ المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حال، فكرة المشروع كما الأستاذة بارك الله فيها شارت، أن إرث جميل جدا في الحضارة يعني العالمية، جاب لي ربي إحنا كجيل أقل ما نقدر نمدو إلي نحافظو عليه باش نخليوه أمانة لولادنا يدرسوه ويزيدوا فيه. أكيد إن شاء الله راه يعني سيتان تريزور، سيتان تريزور. لذا الفكرة في الحقيقة تاع مشروع تفيلة التجديد هي في الحقيقة في الأول هي فكرة اجتماعية لبناء مساكن للطبقة المتوسطة الجزائرية، باش نعاودو نرجعو لهم ليسبوار، الأمل في الحياة. داير الاسم تاع المشروع تاعكم هذا شباب، عجبني كثير. خلينا بوزيتيف، نقعدوا ايجابيين. لذا يعني في الاول حبينا نوريو الجيل القادم باللي بالتراث نقدروا نبنيو حاجه لي كوب المودرن تاع لو 21 سيكل، واسمه يقدر يستمتع يعني بالتراث القديم، بنينا بالحجره لا بيير لا شو لو بلاتر. هسنا نبداو قبل وقتاش بديت يعني السنه اللي بديت فيها المشروع وكيف جات هذا. باختصار شديد الفكره هي بعد واسمه الحوادث تاع 88، كي كان ازمه نتاع السكن في الجزائر. بصح المشروع كمشروع بديناه في عام 97. في هذاك الوقت كان الرئيس الله يحضر فيه البركه سي زروال هو اللي جاء حط الحجر الاساس لهذا المشروع هذايا في جبل كما داروا الجدود تاعنا. دونك داروا دي ميليو اومان جيرابل، مدن صغيره، لا خاطر هكذا ما تسحق لا كاع الناس يعرفوا كاع الناس. لذا يحافظوا على البيئه تاعهم، يحافظوا على العمران هذاك، يحافظوا على النظافه تاعو، يحافظوا على القيم اللي فيه، وفي نفس الوقت عندهم حيز يسكنوا فيه ويعيشوا فيه. نعاود نرجع لك باش نحكيو على التفاصيل، نشوقوا شويه المشاهد لهذا الطابع المعماري المحبوب لدى الجزائريين وعند الاجانب. مدينه غردايا يعني بشكل عام هي مدينه تجلب الكثير من السياح. ممكن قبل ما نعاود نرجع لك نروح مباشره للشاب، انت الاستاذ دكتور نوح، العمر تاعك اليوم الله يبارك 82 سنه. الله يبارك. يعني صافي انورميمون بليزير اللي راك موجود معنا وراك تحارب من هذا الفكره، ولكن في الجانب المقابل عندنا شباب مثل خليفه ضيف اللي هو عنده اسس مؤسسه لصيانه هذا التراث من خلال ترميم الاثار الجزائري، شركه ديفي باتريمون اركيولوجيك. فهذه ثاني فكرة رائعة، ونظن أنه أنت سعيد كي يكون موجود معنا أشخاص مثل هذو. حدثنا على الفكرة كيفاش جاتك، وأنت كشاب كيفاش تروح لهذا المجال اللي معروف ممكن عند الناس الأكاديميين أكثر، الناس اللي يهتموا بزاف بالتراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نعاود نشكرك على الاستضافة، العفو، كونها جمعتني بأساتذة عندهم وزن في المجال علم الآثار لنتشرف بحضوري معهم لهنا. يعني أنا قبل ما نكون مدير مؤسسة خاصة تنشط في مجال التراث الثقافي المادي، يعني عندي شهادة جامعية في مجال علم الآثار، تخصصي أنا وترميم من جامعة الجزائر إثنان معهد علم الآثار. كان دخولي لهذا المجال هو سنة 2010 لما تحصلت على البكالوريا،
ودرستني مدة 5 سنوات يعني باك في ليسانك، تحصلت على شهادة ليسانس وشهادة ماستر في مجال حماية صيانة وترميم التراث الثقافي المادي. فلما كنت طالب في هذا المجال لاحظت أنه لما تكون عندنا بحوث ميدانية تابعة لإدارة المعهد أو لما تكون عندنا مذكرة تخرج، كل طلبة الصيانة والترميم عندهم مشكل في الجانب التطبيقي. لما تروح للإدارة الثقافية سواء متحف أو مركز بحث راح تتصادف أنه في الجانب التطبيقي ما يعطوكش رخصة للقيام بأعمال تطبيقية مباشرة على التحفة، أو ما يوجهوكش مع مختص في مجال الصيانة والترميم ليوري لك كيفاش تتدخل على هذه التحفة. فقط يكون عندك الفرصة باش تشوف التحفة بعينيك وباش تاخذ فقط صور، هذا ما كان. ففي هذاك الوقت بادرت إلى ذهني أنه بديت نخمم لما نكمل دراستي وش راح نعمل في هذا المجال، خاصة وأنه ما أكذبش عليك حصتكم اسمها خلينا بوزيتيف، ولكن احنا في مجال علم التراث تتلاقى بناس نيجاتيف أكثر من أنهم بوزيتيف. اللي تقول له ندرس مجال علم الآثار يقول لك ما هذا المجال. وأنا هذا كان سؤالي، يعني أنت كشاب هذا الاهتمام مش موجود كثيرا عند الشباب، أنت لماذا اهتميت بهذا بالرغم من كل هذه العقبات؟ دخلت قلت لك المجال هذا وهتميت أكثر بالمجال هذا كوني لقيت راحتي فيه، وكون التراث الثقافي المادي هو يرمز إلى تاريخ وفترة زمنية محددة من تاريخ الجزائر. فلما كملت دراستي سنة 2015 سيدك شاركت في مسابقة الدكتوراه اللي مكتبها ليش ربي باش نجوز فيها، فما قلت خلاص ما كانش الدكتوراه نروح نتوجه لمجال آخر مثل ما فعل الكثير من الزملاء. فبديت نبحث كيفاش نكمل في المجال، كيفاش نقدر نبرز في هذا المجال. بديت بالشركة، فتحت هذا الشركة، بادر إلى ذهني هو فتح شركة في مجال التراث. الشركة هذه على ما أظن أنها اليوم تقوم بترميم عدد من المناطق. مؤخرا رممت مناطق في تبسة على ما أظن. في تبسة كنت دخلت على مستوى المتحف العمومي الوطني لولاية تبسة، فقمت بصيانة وترميم تمثال رخامي يسمى بتمثال النجمة الساطعة. تمثال رخامي يرجع إلى سنة 1897، يوجد فقط تمثالين في العالم اللي هو التمثال في تبسة. الفنان اللي قام بنحت هذا التمثال نحت تمثالين، يوجد تمثال في الجزائر في ولاية تبسة، وتمثال آخر في الدنمارك في متحف كوبنهاغن. الله يبارك. يبارك فيك. كيفاش لقيته؟ لقيته في وضعية متدهورة. في وضعية جد متدهورة، وين كانت في كان منقسم إلى جزئين، وعنده جزء كسر آخر في الرجل، بالإضافة إلى أوساخ، طبقات من الأوساخ مثل الإسمنت مثل فيما يخص هذا. وش تحس أنت لما تشوف هذه المظاهر؟ الله يشوف. فيما يخص قصة هذا التمثال، هذا التمثال في سنة في زمن العشرية السوداء كان الناس اللي ضد التماثيل وضد إنشاء التماثيل، وعندهم فكرة أنه التمثال صنع لكي يعبد. فمجموعة إرهابية توجهت لهذا التمثال اللي كان في وسط مدينة تبسة، وقاموا بتخريب هذا التمثال. من هذاك الوقت تم تحويله وتخزينه تحت الأرض، وتم دفنه في وسط التراب لمدة 16 سنة. فتم إخراجه مؤخرا، ويعني كان لي الشرف أني شديت. الله يبارك. على كل إنكم نحن محتاجون لأمثالك. شكرا خليفة، ضيف الأشخاص اللي يهتموا بهذا الأمر ويرجعوه للواجهة، لأنه حتى الأجيال الجاية محتاجة أنها تعرف على هذا الأمور، لأنه هي عندها علاقة وطيدة بالتراث تاعنا بالتاريخ تاعنا. المشروع كان تطوعي، يعني مش مشروع خلصت عليه ولا
تحملت تكاليف المشروع تطوعيا انا والفريق اللي معايا فقط من اجل المحافظه على هذه التحفه الفنيه اللي ترمز لفتره زمنيه محدده من تاريخ ولايه تبسه. شكرا شكرا لك ضيف خليفه. الاستاذه عائشه حنفي كي تسمعي واش راهو يقول، انت يا استاذه مختصه في اكتشاف الحفريات وفي ترميم الاثار كذلك، اولا واش رايك لما تشوفي شاب هكذا راهو في مقتبل العمر، انت اللي مروا عليك اجيال، واش تقولي لنا في البدايه عن هذا؟ قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا ثانية على الاستضافة. خليفة وطالب من طلبة التوعية ومتخرج. الله يبارك، والله لم أكن أعلم، أنا اتصلنا فريق الإعداد اتصل بكم بشكل منفصل. أنا جمعناك بالطالب تاعك. هو طالب طلبة التوعية في تخصص الصيانة والترميم. تراث، أنه لو نعرف ما في الجزائر من تراث لما توقفنا عن الحديث، لأن كل شبر في الجزائر توجد فيه آثار، يتحدث عن حادثة، يتحدث عن موقع أثري، عن معلم أثري. احنا حاولنا كأساتذة في الآثار أن نحبب لطلبتنا الهوية الجزائرية، لأنه من خلال حبنا لهذا العمل اللي نقوم به حنايا الطلبة، الدليل على ذلك أنه الطالب لم يستسلم وحاول أن يجد ثغرة يدخل منها حتى يتمكن من حماية هذا التراث اللي درس عليه وعرف الأهمية تاعه. معهد الآثار يخرج العديد من الطلبة سنوياً في الآثار في تخصصات مختلفة، أثر ما قبل التاريخ، أثر قديمة، أثر إسلامية، وأثر الصيانة والترميم. ولكن للأسف الشديد مؤخرا طلبة الآثار يشمئزوا وبدأ يروح لهم هذاك الأمل في أن يجدوا عمل، لأنه المؤسسات الثقافية، لأنه خريجي معهد الآثار المفروض أنه كل مؤسسة ثقافية تستقبلهم. ولكن للأسف الشديد أنه مديرية الثقافة نجد في كل مديرية الثقافة لكل ولاية نجد فيها أثري واحد. غير كافي جدا بالنسبة للمقارنة بما تسخر به الجزائر من تسخر به، لا يكفي. مع أنه هناك طلب العديد من الطلبة متخرجين من معهد الآثار لا يجدون عمل بعد تخرجهم من المعهد. وصدقني أنه احنا طلبة تاعنا مؤخرا أصبحت هذه الطريقة تاع توجيه الطلبة إلى تخصصات ممكن أنه ما يحبهاش. الطلبة في السنة الأولى يلقى روحه موجه إلى علم الآثار، ولكن بما أنه يعني بمجرد أنه يبدأ الدراسة تاعه يحب الآثار، عندما يبدأ زيارة المناطق الأثرية ما لازم نخلوه يلمس هذاك. احنا هذه الحاجات اللي نخليه احنا كأساتذة نخليه الطلبة هذا وما يندموش أنهم داروا هذا التخصص. كي يشوفوا العظمة الآثار والتراث الموجود في هذه البلاد، يعني شساعة هذه البلد بشساعة تراثه. فنخليوا هذا الطلبة يحبوا هذا التخصص، والدليل على أنه خليفة لقى الوسيلة أنه خلى حتى زملاء ويدخلوا معاه في الشركة ويخدموا معاه هاد الصيانة وهذا الترميم، ويقول لك أنه في بداية أمره كانت أعماله كلها تطوعية، معناتها ما كانش يخلص عليها، ولكن هذا ما استسلمش، ما خلاش يستسلم وواصل العمل تاعه. صدقني أنه طلبة عندما يدخلون سنة أولى غير الطلبة اللي تخرجون في سنة الثالثة ألم دي أو سنة الخامسة ماستر 2، أنه كلهم تغير نظرتهم. اكيد لما يلتقيوا باساتذه مثلك الله يبارك حتى انت حتى حديثك راهو بشغف، وانت تحثي على اني نشوفك فخوره جدا بالطالب اللي تخرج من عندك. هذا يخليني افتخر كثير واني يكون عندي امل كثير في هذا الطلبه، والدليل على ذلك انا في نفس الوقت رئيسه حفريه زموري البحري موجوده بولايه بومرداس. يعتبر هذا الموقع من اجمل المواقع ومن المواقع المهمه جدا التي تكتب تاريخ الجزائر الفتره الاسلاميه، لانه للاسف الشديد الفترات الاستعماريه خلتنا نعتمد او يعني تخلينا تورينا الا المواقع اللي تعود للفتره القديمه، يعني حتى يعني تبين للناس انها من حقها انها تكون في الجزائر بما انه اجدادها الرومان كانوا هنا. ولكن كل ما هو مواقع اثريه تعود للفتره الاسلاميه لم يعطى لها
الأهمية. فبهذه الحفرية مكننا ويعتبر أنه ثاني موقع بعد قلعة بني حماد من الأهمية التاريخية. هذا الموقع خلانا نكتشف شيء جميل جدا، وهو منزل ومن خلال ما يعني مواد البناء اللي لقيناها وتقنيات البناء الموجودة به تبين لنا بأن هذا المنزل منزل عنده صاحب يعني إنسان ثري عنده، وكلها بدتنا في البحث تاعنا عرفنا. كيفاش تبين لكم برك باللي هو انسان ثري؟ لانه شوف مواد البناء المستعمله والتقنيات البناء المستعمله تقنيات راقيه، فهذا يبين انه الانسان كان عنده. ثاني في السقيفه لقينا ماشي بير واحد، لقينا زوج بيار، هذا حتى وين حبسنا بركه يعني، لانه الحفريه هي دفعات يعني في الدفعه الثانيه لقينا هاد الزوج بيار في هذا المنزل. وبالابحاث القليله اللي بدينا مازال نبحثوا فيها عرفنا انها توازي المنازل التي كانت موجوده بالاندلس. فهذا يبين انه التراث الحضاري الاسلامي في الجزائر كان عنده اهميه كبيره، وشاركت الجزائر في بناء الحضاره الاسلاميه. نعاود نرجع لك استاذ رياش قبل ما نولي لك استاذ حول هذا الفكر. يعني انا ما خرجناش من الموضوع، ولكن ضوينا على نقطه اخرى اللي هي هذه الحفريات وهذا الاثار، يعني الاثار من خلال المواقع اللي راهم يكتشفوهم مره على مره، يكتشفوا لنا موقع ويبينوا بلي الجزائر هي صح مهد للحضارات. كيفاش الطلبه تاعنا وانت استاذه بالجامعه كيفاش نحمسوهم ونحفزوهم، ولا كيفاش راكي ديري باش تحفزيهم وتحمسيهم باش يدخلوا لهذا المجال ويهتموا به اكثر، وحتى انهم يشتغلوا لما يتخرجوا من الجامعه يشتغلوا في هذا المجال. هذا ما يهمنا، انه لما الطالب يقرا ويدرس يشتغل في هذاك المجال، كيفاش نقولوا يلونطابيليز لي كاترون ولا لي سانكون اللي قراهم في الجامعه. طبعا انا اولا استاذه بكليه علوم الاعلام والاتصال لمقياس علم الاثار، يعني عملي اركز اكثر على طلبه كليه علوم الاعلام كاستاذه جامعيه، ولكن بالمقابل في الجمعية الوطنية تراث جزائرنا يعني يتفضل الأستاذ بلال من بعد يحكي لك على التظاهرة اللي كانت مخصصة لطلبة علم الأثار بالتعاون مع معهد الأثار. أنا نقول البطالة موجودة في كل الاختصاصات، يعني مشكل العمل موجود في كل الاختصاصات، يعني مش فقط علم الأثار. بالعكس أنا نشوف وإحنا رانا في حصة خليك بوزيتيف، أنا نقول اللي يقرأ علم الأثار عنده إن شانس أكثر من الطلبة الأخرين عليها. لماذا؟ لأنه إحنا لازم طالب علم الأثار ما يبقاش يستنى أنه متحف يفتح له فرصة عمل أو مديرية الثقافة تفتح له فرصة عمل، لأنه منذ سنوات والتشغيل مجمد. اليوم طالب علم الأثار يمكن أن يكون مرشد سياحي، يعني بالدرجة الأولى نحتاج إلى متخصصين في مجال الإرشاد السياحي، لأنه اليوم كثروا مرشدين سياحيين، ولكن أحيانا نطيحوا في مرشد سياحي ما عندوش خبرة، ما عندوش معلومات كافية على الموقع حول تاريخ الجزائر سواء القديم أو الحديث أو المعاصر. يعني طلبة معهد الأثار خاصة، لماذا معهد الأثار؟ لأنه معهد الأثار هو النوايو تاع الأركيولوجي في الجزائر، يعني هو من المدرسة العتيقة والمدرسة اللي خرجت قدماء يعني في علم الأثار بكل اختصاصاتها، إضافة إلى حد اليوم هي مازال هو النواة الأولى لعلم الأثار. يعني يمكن أن يكون كمرشد سياحي، ونحن في اليوم خاصة في أمس الحاجة نحتاج بدرجة لهؤلاء. وأنا بالمناسبة حبيت كما قلت نتوجه الآن بالحديث مع الأستاذ أرموالي بلال. بكل بساطة حتى تحدثني على هذه المبادرة الرائعة اللي قمت بها في جمعية تراث جزائرية جزائرنا، وأنت عضو فاعل في هذه الجمعية، درت مبادرة Ask Me، اسالني تقصيني. احكي لنا شويه على المبادره هذه، الفائده تاعها ولمن هي موجهه، وش ممكن تضيف لنا خاصه فيما يخص القصبه. درتوها انتم في حول القصبه طبعا، خاصه بالقصبه. خاصه بالقصبه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه شكرا على الاستضافه مره اخرى. فيما يخص الحدث الذي قامت به جمعيه تراث جزائرنا، هي الجمعية تهتم بصفة عامة بحماية التراث الثقافي بكل أنواعه، وهي جمعية وطنية تأسست في 2017، قامت بالعديد من النشاطات على المستوى الوطني. من بين النشاطات التي قامت بها هذه الجمعية نشاط Ask Me.
الفكره عجبتني كي درتوها بالانجلش، يعني نعم موجهه للجزائريين بالانجلش، للجزائريين اللي راهم يوما نعم عن يوم يدخلوا في هذا نعم اللغه وتجيهم اكثر فليكسيبل، اكثر سلاسه، اكثر سلاسه نعم. اكزاكت هي الفكره تاع اسك بي سقسيني، يعني هي اولا هي بالتعاون مع معهد الاثار والاستاذه حاضره معنا بالمناسبه، هي استاذه تاعي ايضا قريت عندها. الله يبارك. نعم انا على بالك والله اليوم انا راني اتفاجأ لانه فريق الاعداد اتصل بكل كل واحد على حده. نعم. يعني جبنا كل واحد على حده فاذا به عندنا عائله. تفاجأتي لما هذا اكبر تكريم على ما اعتقد انه يخرجوا من عندك اساتذه كما هذا. الحمد لله. كما قلت النشاط تاع اسكمي درناه بالتعاون مع معهد الاثار، يعني شاركوا فيه اساتذه مختصين في علم الاثار وطلبه مختصين ايضا في علم الاثار بكل تخصصات علم الاثار، من اجل الهدف منه هو تقديم المعلومه الصحيحه عن المواقع الاثريه بصفه عامه، ولكن بصفه خاصه الحديث عن تاريخ القصبه وتقديم معلومات صحيحه، يعني تصحيح بعض المعلومات المنتشره على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تقديم معلومات جد صحيحه. اذا فالطبعه الاولى لاسك بي درناها مخصصه للعائلات، يعني للغران بوبليك، ولكن الطبعه الثانيه خصصناها كدورة تكوينية مخصصة للصحافة الصحفيين. وهذا ثاني نعم أمر مهم جدا، لأنه نعم اليوم احنا محتاجين ل يعني المتواصلين اللي هم الإعلاميين خسر أنهم يوصلوا الأمور الآثار، يوصلوا أمور البيئة، يوصلوا أمور الفلاحة، يعني محتاجين اليوم إلى صحافة متخصص. والإعلام يعني إحنا ممكن اليوم من منبرنا هنا بدينا نجرب ونحيي وهكذا، وعلى كل مش إحنا فقط موجود في الإذاعات أكيد وفي التلفزات، لكن مش بالشكل الكافي، لأنه الإعلام مهم جدا في هذا العملية اللي راكم تقوموا بها. تفضل. كما قلت يعني استهدفنا الإعلاميين بالدرجة الأولى لأنهم هم في الواجهة، هم اللي يقدروا يوصلوا الرسالة، يعني الرسالة الصحيحة يوصلوها لأبعد مكان ممكن، يعني من أجل الحفاظ، يعني التوعية، نشر التوعية من أجل الحفاظ على تراث القصبة، يعني في هذا النشاط. البداية كانت يعني الانطلاقة كانت من قصر رياس البحر كمعلم من معالم قصبة الجزائر. إذا قسمنا الفرق الصحفيين ومع اثنين من طلبة علم الآثار كمرشدين ومكونين، يعني قسمنا إلى حوالي خمس فرق، كل فرقة معها طالبين أو مختصين في علم الآثار، وقمنا بتقديم جميع معالم قصبة الجزائر وتاريخها منذ الفينيقيين إلى الفترة الاستعمارية. زيارة بدأت كما قلت من قصر رياس البحر وصولا إلى دار السلطان في أعالي القصبة أو قلعة الداي. طيب حتى نعم نشوفوا النتيجة والثمار تاع هذه أسك مي، أنا سمعت أنه كاين تفاعل كبير معها. نعم من قبل نعم الناس، كاين بزاف ناس اللي راهم يجوا يتفاعلوا معكم، يخرجوا نعم معكم في الجولات هذوك. هي هذه المرة كانت المناسبة كانت خاصة بالإعلاميين، وما حبيناش نكبرها بزاف على جال الظرف الخاص بكورونا، لذا خصصنا للإعلاميين مجموعات صغيرة، ولكن النتيجة كانت الحمد لله كانت كبيرة جدا وكان لها صدى كبير واستحسنها الناس، خاصة وأننا كنا بدي تيشيرت سفورة يعني لون يثيري بزاف. الناس كانوا يسقسيو، مام اللي ما كانوش معنا حاضرين ولا يتلقاونا كانوا يسقسيو. بطبيعة الحال التظاهرة هي اسك مي، معناتها كل واحد أي واحد يقدر يسقسيك. أنا راح أسألك سؤال أخير. نعم. حتى باش نختم معك. نعم. وقتاش نقدروا نشوفوا القصبة بالشكل اللي رانا حابين نشوفوه؟ القصبة تحتاج يعني تحتاج إلى تضافر جهود جميع العاملين في مجال التراث الثقافي، سواء جمعيات أو مؤسسات ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، يعني هذا يعني إعادة تأهيل القصبة وإعادة تهيئ كل إعادة إحياء جميع النشاطات المتواجدة داخل القصبة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، كل الجميع من دون استثناء، كل معنيين. نعم. أستاذ أرموالي بلال، عضو جمعية تراث جزائرنا ومبادرة صاحب مبادرة أسك مي، شكرا جزيلا. شكرا لك على حضورك. نعم. معنا. صاحب مؤسسة ديفي باتريمون أركيولوجيك خليفة ضيف، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا. في هذا الجزء الأول من البرنامج. شكرا لك.
وأستاذة بمعهد الآثار وكذلك مكتشفة الحفرية زموري اللي راكم تشتغلوا عليها الأستاذة عائشة حنفي. والله كان لي الشرف الكبير أنك حاضرة معنا، نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك. شكرا. وفي الجزء الثاني ممكن في الحلقة راح تكون عندنا مبادرة أخرى، مبادرة شبابية رائعة لناس قاموا بترميم إحدى قصبات الجزائر وشرعوا في هذا المشروع بأمور بسيطة جدا، لكن العامل والحافز الأساسي كان بسيط جدا. نشوفهم بعد هذا الفاصل. جمعية تغجمت في أدرار معروفة جدا، يعني هي اللي رممت الفقارة وأعادت يعني إحياء الكثير من الفقارة. لقينا صعوبات بزاف باش جبنا هذا التصريح. داروا قانون باش يكسروا قال لي جديد، يخليوا القديم يرموا. مرحبا بكم من جديد، رحبوا معي بداية بمن التحق بنا في هذا الجزء من الأشخاص المبادرين أصحاب المبادرة، المهندسة شهيرة يخلف. مرحبا. كذلك محمد معروف هو من أصحاب المبادرة التي سنتحدث عنها. محمد معروف، شكرا عليكم. وإلى جانبه علي غربي. بمن رحبنا؟ رحبنا بأصحاب مبادرة بدأت بسيطة جدا واليوم هي راهي في مدينة بوسعادة الحديث عليها. هذه المبادرة مبادرة ترميم قصبة بوسعادة بدأت من هذا الشباب الثلاثة اللي يفكروا في أنه لازم يستصلحوا هذا المكان ويرجعوه مكان قابل للزيارة وللسياحة حتى أنه يجذب الناس وهم يعيشوا بشكل مريح في هذه المنطقة. أنا ممكن نخلي لهم هما المجال واسع مفتوح حتى يحدثونا على بداية المبادرة. نبدأ معك محمد معروف. محمد معروف، لو تحدثنا كيفاش كانت الحالة نتاع قصبة بوسعادة، كيف كان هذاك الحي القديم المعروف في بوسعادة قبل أن نروح، كيفاش ولا اليوم؟ أولا نشكرك سي محمد على الاستضافة. الحي اليوم بعد عملية ترميم اللي قمنا بها تبدلت النظرة تاعو، ولا حي ولا رائع. دوك نشوفوا كيفاش ولا. قل لي كيفاش كان، كيفاش جاتك الفكرة؟ كيفاش جاتك الفكرة انه من هذوك يعني الامور الموجودة في الحي، النفايات الاخر، كيفاش حتى حبيتوا تبدلوا؟ البداية اولا كانت استشرت مع اصدقائي اللي في الجمعية وحكينا باللي كان جدران اي للسقوط. اجتمعنا ورحنا للمكان وعينا، لقينا باللي كاين جدران وكاين سقيفة مهددة بالخطر بالنزول. رحنا باش زعما نجيبوا تصريح من عند السلطات المحلية. لقينا صعوبات بزاف باش جبنا هذا التصريح. حتى وجبنا تصريح كما نقولوا بدينا ديريكت غدا من ذاك بدينا بإزالة الخطر. شحال حكم لكم؟ راك تحكي لي على التصريح اللي شهر. شهر. بعد ما جبنا التصريح غدا ديريكت كما نقولوا بدينا نزيدوا في نحيوا في الاتربه وكما نقولوا نحينا الخطر هذاك الجدار اللي كان راح يسقط. بعدها تواصلنا مع واحد انتم يعني كشباب المبادره بديتوها يعني كافراد ولا اسستوا مؤسسه ولا كيفاش ولا جمعيه ولا اسسنا جمعيه لغرض حمايه المدينه القديمه لانه قالوا لكم لازم تاسسوا جمعيه باش تقدروا ديروا هذا الترميم تحصلوا على الرخصه. باش الامور تكون منظمه. اي والله. بعد ما ازلنا الاتربه وازلنا الخطر. طيب بعد ما اسستوا هذه الجمعيه كنت تحكي لي مرحله بمرحله، حاب نعرف المراحل هذو ما نحرقوهمش لانه فعلا هذه المراحل اللي انا حاب نضوي عليها. ممكن شباب واحد اخرين يشوف يقول لك باللي انا نرمم القصبه كيفاش راح نرممها، انا ما نقدرش نرممها، ماشي انا المسؤول اني نرممها، ولكن انت محمد زيد تشتغل في بوسعاده عندك وظيفه وبالرغم من ذلك انك قمت بترميم القصبه بهذا الجهد الفردي وهذا المبادره اللي كان شاركك فيها بعض من الاشخاص. يعني فقلت لي انك اسست الجمعيه لانه مطلوب انه تاسس جمعيه، ومن بعد الجمعيه من جاو يعني المصادر الاموال تاعها؟ مصادر الاموال تاعها تواصلنا مع احد المحسنين مدينه بوسعاده جمال ديسي اللي نحييه. الله يبارك. بع
بعد ما تواصلنا معاه لبى النداء مباشرة وقالنا باللي غدا تقدروا تبدأوا في الترميم. تواصلنا مع ناس كبار اللي مختصين في الترميم، مع ناس تشاورنا وكلش بدينا نخدمه. الأعمال كانت مرحلة بمرحلة، إزالة الأتربة، إزالة الخطر، بعد بناء الأساسات وتقوية الجدران وتقوية السقيفة. كما راكي تشوفي أستاذة رياش، أنا العبرة اللي حبيت أن ندوها من هذه المبادرة هي مبادرة جميلة، ودوك نشوفوا الصور تاع القصبة كيفاش ولا الشكل تاعها يبان، ولكن العبرة أنه هذه الأشخاص قاموا بالخطوة الأولى. يعني هذه لما الواحد ديجا يبادر، احنا لانه عندنا هذيك الفكره انه كل الابواب موصده، كل الابواب أكيد. مغلوقه، لو نبادر لو ندير مانيش راح نقدر نغير، وهما تغيير راح نشوفوه بعد قليل. طبعا هي المشكله انه ركزنا على قصبه مدينه الجزائر ونسينا باقي الوطن ككل. لانه لو نشوفوا تجربه في بوسعاده هي نفسها التجربه اللي تقام اليوم في ادرار، جمعيه تغجمت في ادرار معروفه جدا، يعني هي اللي رممت الفقاره واعادت يعني احياء الكثير من الفقارات. هناك جمعيات في بوسمغون في قصر بوسمغون، هناك جمعيات في الدشره الحمراء في بسكره، هناك ايضا في غردايا الكثير في بريان، هناك ايضا في نعامه في مقرار تحتاني في تاغيت في بني عباس، هناك الكثير والكثير من الجمعيات تنشط، ولكن النتيجة يعني ما تظهرش وما تبانش، لأنه احنا يعني تركيزنا اليوم على تراث عالمي اللي هو قصبة مدينة الجزائر، ونسينا أنه في مدن أخرى هناك قصبات مدينة أقدم دلس أقدم من أقدم قصبة مدينة الجزائر، قصبة ميلة مثلا، قصبة وهران التي اليوم تستغيث، قصبة درب الطبانة في مستغانم. يعني هناك أيضا قصور القصر القديم اللي جاي في المنيعة أيضا، يعني هناك قصور طينية اللي هي في الصحراء الجزائرية، وهناك قصبات اللي هي المدن الحضرية الموجودة في شمال قصبة دلس أيضا. يعني هناك قصبات نسيناهم يعني ما نتحدثوش عليهم كثير، وركزنا على قصبة مدينة الجزائر اللي هي تراث عالمي. المشكلة أنه هناك جمعيات تنشط، ولكن دائما ما كانش تحفيز كبير. لماذا؟ لأنه الكثير يقول لك هذا المجال وش ديروا به، اللي يزرع لك الطاقة السلبية أكثر من اللي يزرع لك الطاقة الإيجابية للأسف. وإحنا نقول لهم خليكم بوزيتيف إن شاء الله يا ربي، لأنه هناك شباب صح شباب يعني يؤمن فكرة أنه هذا التراث يمكن أن نستعيده، يمكن أن نسترجعه. أنا شفت تجارب ناجحه جدا في بريان في مقرار التحتاني، قلعه الشيخ بوعمامه في مقرار التحتاني اليوم صارت متحف، يعني اكيد انه جزء فيها مهدم. الواقع يقول هذا الشيء، ويعني وما راناش نركزوا عليها كثير لانه مصنف وطني فقط، يعني تصنيف وطني. ولكن هناك ايضا متحف اللي فيه بقايا حتى تعود للشيخ بوعمامه، وبقايا تعود لفتره ما قبل التاريخ، ورسوم صخريه الى غير ذلك. هناك تجارب ناجحه فقط يجب ان نتحدث عنها. الدليل معنا هيك الله يبارك، يعني ديزيماج على القصبه كيفاش وليت. انا حبيت نسال الان قبل ما نجيك شهيره اللي قمتي بشكل كبير يعني مساعدة هذا الشباب كونك مهندسة هذا الترميم الأثر، نروح للعلي غربي حتى تحدثنا وش كانت تقول الأستاذة، أنه كاين اللي يزرع لك طاقة سلبية أكثر من اللي يزرع لك طاقة إيجابية، أكثر من اللي يعاونك. أنتم هل واجهتوا هذه الصعوبات؟ كيفاش واجهتوهم مع الجيران اللي يسكنوا لتم، مع الناس اللي محيطين بهذه القصبة؟ هي طبعا بداية أي مشروع راح تكون هناك عراقيل ومطبات ما تعرف، ولكن وش نوع العراقيل والمطبات اللي قابلتكم؟ نقاط تعجب لدى المواطنين، حاجه جديده عليهم. ما استقبلوهاش بصدر رحب في البدايه مبدئيا، ولكن شفنا استحسان، والدليل ذلك الاهم حاجه انا وصلنا لها ان كاين جيران بداو يمشوا كيما حنا وبداو يعني عديتوهم في يعطيك الصحه، بحيث انك كي تعمل عمل وبعد ما تروح وما تلقاش كيما نقولوا بوادره العمل تاعك، المشروع تاعك راح يكون فاشل. وهذه الاشخاص اللي انا نشاهدوا فيهم راهم قاعدين يتطوعوا، هذو دخلتهم في الجمعيه كيفاش حتى؟ لا هي احنا عباره عن مجموعه متكونه حوالي 10 من الناس، ويقودها كما نقولوا عقليه واحده اللي هي روح المجموعه. بحيث احنا مبدا تاعنا في الجمعيه ما كانش اقصاء من جميع الناس. وبهذا ارسل تحيه للاخوه اللي ما حضروش معنا، منهم شمس الدين قشاش والبقيه. طيب شهيره يخلف، انت من مدينه بوسعاده تكونتي في الاثار والترميم وقريتي هذا علم الترميم، انا اظن انك انت اكثر واحده كانت سعيده بهذه المبادره تاع الشباب، لانه في مجال تخصصك
وانت موجوده هناك، فكانه اعطوا لك حاجه تطبقي فيها المجال تاعك. بالفعل كنت درست بالمدرسه الوطنيه لحفظ الممتلكات الثقافيه وترميمها بالقصبه. في بداية الأمر كما كانت تقول أستاذة، أنا نشوفوا في كل هنا في راكي بتعاوني فيهم حتى في بالطبع إذا ما عاونتش أنا شكون اللي يعاون؟ كما كانت تحكي الأستاذة باللي علم الآثار بالنسبة لمناصب العمل ما كانش قليل، توجهت للسياحة، ولكن كي شفت رد السياح أنه بسعادة كيفاش كانت وكيفاش ولات، أنا واحدة من الناس قاضني حل بأنني أثرية ومرممة وما درت حتى حاجة لمدينتي. تجمعت مع الإخوان في كامل التخصصات، أسسنا الجمعية في 25 جوان 2020 في اليوم المصادف لليوم الوطني للسياحة. كان أول مشروع هو عملية ترميم السقيفة. بالنسبة للسقيفة هي عندها طابع معماري متميز ووظيفة مختلفة، وظيفة لأنه تعتبر السقيفة أو الصابات وهو اسم فارسي، هي همزة وصل بين الحارات والشوارع. كانت تستعمل قديما في كما احنا نقوله مكان مؤقت للشباب المقبل على الزواج. كانت أيضا من تجليات مبدأ حق الطريق في الإسلام. قمنا بعملية الترميم وفق مخطط ومنهجية خاصة، وذلك باحترام مبادئ وأساسيات الترميم، وهذا للحفاظ على الطابع التاريخي لهذه السقيفة أو هذا المعلم المتميز، وبالتالي إيقاف التلف. ثاني شيء نعطي للمعالم دورة حياة جديدة لضمان وصولها للأجيال القادمة بصورة جيدة. نعرف خبايا المعالم التاريخية ودور الدور الذي لعبته في الفترات الزمنية. كذلك من بين نتائج أو أهداف هذا الترميم أننا كي رممنا هذه السقيفة نعاود نحيوها وبالتالي نشط السياحة، لأنه حماية تراثنا هو احترامنا لتاريخنا واحترام الإنسان واحترام الإنسان لإنجازاته مهما كانت بسيطة، هي التي تساعد على التقدم وإنجاز أكبر الجهود. سيد نوح، أنا شفتك مقبل تشوف في هذاك الصور وفرحان، وأنت فرحان. إيه كومو. الفرح الأكبر كي نشوف يعني جيل جديد يحب صوالح هذويا، يعرف واش القيمة تاع الآثار اللي عنده، خلوا الجدود تاوعو، لخاطر بكل موضوعية شباب يعني عندكم واش تفتخروا ببلادكم، ماشي بالسيف تروح لوروب باش أو ما عندنا هنايا أحسن بكثير، دو تريبل شوز، دو تريبل شوز. ألو هذا بصح كاين مثل ما نحبش نقولوا له لخاطرش رانا في حصه خلونا بوزيتيف، معليش احكيها هذه، قولها لنا هذه معليش. باش نقول لك يفعل الجاهل في نفسه ما لا يفعل العدو في عدوه. صح، كل غالب كي نعود ما نعرفش قيمه تاع الاثار هذويا نكسروا نخدم في بلاصتو لافايونس ولا كذا. الوغ كو صدقوني ابنائي، تروح مثلا دركا واسم لي مدينة مثلا فلاغريس، كيفاش راهم يديروا وفي في ديرنييرمون في تركيا كاين مدن جديدة صغيرة تبنت على واسم على مدن قديمة ايوه. واش داروا؟ داروا قانون باش يكسروا كاع اللي جديد، يخليوا القديم يرموه ويرجعوا، خاطر فيه واحد السر في السكنه هذوك، ماشي يعني باتيما فيه سي بيزيبل سي كالم، الناس راهم يخلصوا ملاير يعني السواح باش يجيو يشوف بسعاده عنده تاريخ تاريخ يعني كبير جدا. عيب يعني. الله يحفظكم على كل حال ويقدركم، سي بور سا سا ما في بليزير. يعطيك الصحه انت. هي كاينة تعرفي أستاذة رياش، أنا كنت نتبع في قبل ما يكونوا حاضرين معنا، كنت نتبع خطوة بخطوة الأعمال تاعهم. كانوا يرموا في
في بعض الأماكن اللي تم في بوسعادة قاموا بغرس الأشجار، قاموا بغرس بالصباغة، صباغة الكثير من الجوانب نتاع سواء القصبة أو الأحياء القديمة هناك في بوسعادة. ولكن كاين أمر شفتكم درتوه على الفيسبوك، كاين أشخاص في الليل الحالك قاموا بتكسير الأشجار وتفريغ ما نكذبش عليك، أنا لما نشوف هذه الأمور سقسيتهم قلت لهم كيفاش تبريزيتوا، يعني الواحد الدمعه تطيح له بعد ما يخدموا هذيك الخدمه كامل اشخاص كيما هذو. بالرغم من ذلك هما كملوا، وحنا ان شاء الله راحين نكملوا، حنا ان شاء الله بهذا الشباب سنواصل لانه هذا الشباب وهذه المبادرات هي اللي راح تخلي لنا الجزائر ان شاء الله في مكان عالي عالي جدا. طبعا هو الترميم ترميم للذاكره يعني، لانه لما نرمم اي مكان سواء يعني بوسعاده او موقع اثري هو ترميم للذاكره. اليوم دائما يخرج لك انسان اللي ضد هذه الذاكره وضد هذه الهويه واللي ما يعرفش قيمه هذه الهويه، مش فقط في بوسعاده نشوفوا تاغيت يروحوا ناس باش يحتفلوا براس السنه الميلاديه هناك كأناس متحضرين، ولكن في الوقت نفسه يكتبوا اسماءهم يخربشوا فوق الكرافيروباس يعني. انا يا يعني صراحه احيانا نفرح بعض المواقع الاثريه اللي ما يقدرش يوصلها المواطن، لانه لما يوصل المواطن يقوم اول حاجه يديرها يكتب اسمه ولا يخلي اثر يعني اثر مرور تاعه. لذلك انا احيانا نقول اهم شيء في الجزائر يعني باش نكونوا بوزيتيف يعني في الحقيقه يجب استثمار في الفرد، يجب ان نربي فرد، وهذا دور وزاره التربيه. يا ناس ربوا لنا جيل جاي اللي جاي خاصة يعرف وش معناتها التراث، يعرف وش معناتها موقع أثري، هذه هويتنا، هذا تاريخنا، إذا ما حافظناش عليه يعني مستحيل يوصل الأجيال الجاية، يعني ما أنا نحافظ وهي تحافظ، ولكن إذا كان ما كانش ما ربيناش جيل حقيقي، جيل يعرف قيمة التراث، روح أي بلد اللي يعتز بتراثه، يعتز بهويته، تلقى طفل صغير يعرف تاريخه، احنا احكم أي طفل يعني في المدرسة قل له فقط يعني مواقع أثرية. الآن حتى بعض الأفكار تشاع عليها في مواقع التواصل الاجتماعي أفكار خاطئة، يعني ما ربيناش جيل حتى على الأفكار الصحيحة على تاريخه يعني، ويكبروا على هذا المنطلق للأسف الشديد. يعني لذلك نحتاج إلى تربية جيل، هو اليوم التحدي الأول يعني باش نقدروا نقولوا هذا التراث يمكن أن يكون أحد البدائل الاقتصادية هو أن نربي الفرد. لأنه صحيح أنه لما تروح لبوسعادة تلقى شباب الله يبارك مثل هذا، ولكن في المقابل تلقى شباب اللي ربما ما يعرفش يستقبل الضيف، ربما ما يعرفش قيمة هذا التراث، مازال ما وصلناش أن نقولوا التراث يمكن أن يكون أحد الأعمدة أو أحد البدائل الاقتصادية. إن شاء الله رانا رايحين في هذيك الطريق، أنا نقول خلونا بوزيتيف، أنا رايحين في هذيك الطريق. أكيد نكونوا بوزيتيف ونكونوا واقعيين. لأنه لما نشوف أنا والله هي مبادرات مثل هذه ومثل اللي شفناهم في الجزء الأول مبادرات بسيطة مش فقط في بوسعادة. لازم لها فقط نعم. والله بعض القصور قصر بوسمغون لو تشوف قصر بوسمغون كيفاه رجعوه أهاليه مش مختصين. نفس الحظ باش يكونوا معنا. بوسمغون في البيض أهاليه، بريزينا في البيض أيضا، يعني هناك بعض القصور قصر الشيخ بوعمامة في مقرار تحتاني في ولاية النعامة، قصر عين صفرة، يعني أهاليه ما هم مختصين في علم الآثار ولا الترميم ولا الصيانة، ولكن هذاك الحس تاعهم بقيمة هذا التراث أنه هو تاريخهم، هو حاضرهم وهو مستقبل أولادهم. في بريان مثلا يعني علموا أولادهم حتى كيفية التعامل مع النخيل مع النخلة، يعني ربي الطفل، يعني أنا أقولها تجارب ناجحة جدا في أت بونورة، في بني يزقن، في مدينة غردايا، يعني يجب أن تكون في تفيلات، يعني يجب أن تكون مدرسة. حتى هذه تفيلات ممكن مقبل شفنا بعض الصور، أنا حبيت نشوف نستعرض الصورة صوت وصورة نشوفوا كيفاش يخدموا في هذا القصر، كيفاش عايشين الناس في قصر تفيلات.
دكتور نوح، حدثنا أكثر على هذا المشروع. أنا نشوفه فيه حيوانات، فيه منازل للعيش، أعطينا تفاصيل أكثر. قصر تفيلات هي في الحقيقة مدينة صغيرة، حاولنا نديو من التراث تاعنا القديم ونديرو حاجة يعني جديدة، بصح بلي ماتيريو دو كونستركسيون تاع بكري، لا بيير لا شو لو بلاتر، ومتوفرين هادو، متوفرين في الناحية في الطبيعة. وزدنا درنا مبدا حاجة اللي ما عندناش في الناحية تاع الصحراء، نعطيك مثل كارلاج ما كانش يزين، ولا لا فايونس، ولا درنا مبدا اللي قلنا نخدموا بلا فايونس ولا كارلاج جزائري، يعني من بليده من الصيف ولا كاين يزين نجيبوه باش تال صورت نربي تربى ولادنا يطلب واش راه يخدم، يحب يحسن، يحب فايونس خير ما يزيد يقرا احسن ويخدم احسن باش ما يتكش على البترول. دركا رانا نخلصوا كل البترول. خلاص عندنا مئات، عندنا الوف شباب اللي راهم عندهم طاقة يليق برك يديروا ثقة في روحتهم يوظفوها ويوظفوها. طيب دكتور نوح، أنت في هذه المبادرة أنت ساهمت فيها بشكل كبير وفي بناء هذا القصر قصر فيلال، هل هناك شباب أكيد مهتم راهو يلتحق بك وراهو يتعلم؟ أكيد. كل حال باش نكونوا منصفين، درنا جماعة فيها ست رجال الله يحضر فيهم البركة اللي راحي، أمين. واللي توفى بالمناسبة الرئيس تاع اللجنة الاجتماعية تاعنا، واحد المخلوخ توفى الله يرحمه، اسمه محمد بليدي ربي يرحمه، كان يعني الصرامة في الوسمو في العمل، وفي يعني كي لمن يدي الدار خاطر مشروع خيري كما قال الابن قبيلات، مشروع بدون فائدة، دونك سيت اون فونداسيون خدمته باش يسقم الدار، تسقم ترجع له الامل للشباب هذو يعني. طبقة الور كي بدينا فيه ستة من الناس، بصح دركا الجانب تاع البنايات كمل فيه 1050 دار، نحو بين 5500 ل 6000. كيفاش باش نجو نزوروكم هذا القصر؟ كيفاش نديروا دكتور؟ استاذ مرحبا بك. كل حاجة دركا يعني غير للشباب نقول لهم راه دركا قطب سياحي يعني مميز، كاين اجانب كاين جزائريين جميع واسم من الجزائريين اللي زوروكم بالمئات بل بالالوف. ودرنا البرنامج هذا اللي قلت عليه، هذا مهم جدا لخاطر تدي من الاصاله بكري، كان كل دار عندهم فلاتيراس كان عندهم 10 دجاجات، كيف يقعد له شويه خبز ولا طعام ما يرميش يتغداو به، يمدوا لهذيك الدجاجات اون كونتر بارتي، تعطي لولاد الدجاج، تعطي لولاد الدجاج، يقعد له لي زيبلوشيو. يعني مشروع مش فقط مشروع تراثي ومشروع بيئي. شكرا جزيلا لك دكتور احمد محمد نور، صاحب مشروع قصر تافيلات بغردايا. شكر كذلك للمهندسه شهيره يخلف اللي حضرت معنا، و محمد معروف مشكور، علي غربي، اصحاب مبادره ترميم قصبه بوسعاده مشكورين على حضوركم معنا، وكذلك شكر جزيل موصول لك مديره قصر رياس البحر حصن 23 الاستاذه فايزه رياس، شكرا جزيلا لك. معليش كلمه تفضلي. يزيد فضلك فقط رسالة أنه كل يعني كل والدين مسؤولين يعني قدام الوطن قبل كل شيء على تربية أولادهم على التمسك بهويتنا الجزائرية العربية الأمازيغية الإسلامية. يجب أن نزور المواقع الأثرية ونحافظ عليها، ونزور المتاحف ونحافظ عليها إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا. وأنا ممكن في النهاية أدعو الدكتور محمد أحمد نور حتى يتفضل معي في يعني بادرة بسيطة حتى نكرموك ان شاء الله على هذا على ما تقوم به، تكريم باسم مجمع الشروق. تفضل معايا. شكرا لك، ربي يوفقك في كل ما تقوم به سيدي. الله يحفظك، ولو كان ما نعرف الا نستاهلوا هذا التكريم هذايا، خاطر ماذا بين نكرموا الشباب لخاطر هما المستقبل، احنا الماضي لا الماضي هو الركيزه تاع المستقبل. شكرا جزيلا لك، ابقى معي ابقى معي ابقى معي استاذ. صحيح. اذا مشاهدينا بهذا نختم هذه الحلقه، كما نقول دائما نحن
لا نتجاهل العقبات ولا نلغي المشاكل، بل نأمل ونعمل من أجل غد أفضل. يعطيك الصحة، بارك الله فيك.